ملفات كتيرة جدا عن المنافسات في الدوريات الأوروبية المختلفة، وكمان هنتكلم عن دوري أبطال أوروبا. هنتناقش بقى في كل التفاصيل والكواليس طبعا. بس خلينا نرحب في البداية بزميلتنا العزيزة منى عمر، الناقدة الرياضية المتألقة حقيقي، بتكون معانا أوقات كتيرة كمان عبر سكايب. بونجور يا منى. بونجور يا نوان. بونجور يا كريم. بونجور، صباح الفل عليك. أخبارك إيه؟ كله تمام؟ صوت وصورة بقى دلوقتي، مش صوت بس. بالظبط. دايما لما بتنورينا يعني بنغربل كل تفاصيل الدوريات الأوروبية المختلفة بمجموعاتها المختلفة، وده اللي عايزين نعمله معاكي في طبعا لقائنا بيكي النهارده. واسمحي لي اروح معاكي بداية كده للمجموعة السادسة، يعني مش همشي معاكي بالترتيب قوي، بس نظرا لان فيها اللي يهمنا اللي يخصنا ليفربول. عايز اسالك على ليفربول. في ناس بتشوف ان ليفربول في دوري الابطال مختلف عنه في البريمير ليج، انت شخصيا بتشوفي كده ولا لا؟ هو بس اصحح لك حاجة بسيطة، هو ليفربول في المجموعة الأولى مش المجموعة السادسة. امال في المجموعة الأولى مش في المجموعة الثانية. المجموعة الأولى. أوكي أوكي. بالظبط في المجموعة. يبقى حلو، يبقى هنمشي بالترتيب زي الفل. أنتِ بتشوفي كده زي اللي الناس بتقول؟ لا مش شايفة كده بصراحة، الوضع مش مختلف. إحنا اتكلمنا قبل كده وقلنا إن ليفربول عنده مشاكل كتير جدا من بداية السيزون، من إصابات، من تغيير خطة كلوب نفسها، من رحيل بعض اللاعبين أبرزهم طبعا ساديو ماني اللي انتقل لبايرن ميونخ مؤخرا. فالمشاكل في ليفربول بادئة من أول السيزون. ليه هتختلف في الدوري الإنجليزي عن دوري ابطال اوروبا وعن تشامبيونز ليج؟ ليفربول المفروض مثلا يعني في 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 تشامبيونز ليج هو خسران من نابولي 4-0 كانت في الجوله الاولى، فدي كانت مفاجاه كبيره جدا طبعا اصلا لعشاق ليفربول. يعني وضعه في الدوري المحلي مش افضل حاجه. هو تقريبا في منتصف الجدول بالظبط، في المركز التاسع، متفوق على كريستال بالاس بس بفرق الأهداف عن 16 نقطة، 5 نقط فرق ما بينه وما بين تشيلسي صاحب المركز السادس، و5 نقط ما بين مراكز الهبوط. مش بنقول طبعا إن هو يعني ممكن يبقى فيه منافسة لتحت يعني أو في مراكز الهبوط، بس ليفربول وضعه غير مطمئن. أنا أعتقد إن السيزون ده هيبقى موسم للنسيان بالنسبة لليفربول لو ما قدرش يعمل حاجة على المستوى الأوروبي. انما محليا اعتقد الامور بالنسبه له، المنافسه بالنسبه له حتى دلوقتي انه يبقى حاجز ليه مكان في المربع الذهبي، على المربع الذهبي او الخامس والسادس اللي هيأهله ان هو ممكن يلعب في البطولات الاوروبيه، يعني حتى مش تشامبيونز ليج. ده شيء حزين قوي اللي بيحصل ده جدا. بس زي ما احنا اتكلمنا قبل كده او زي ما قلنا من شويه، ان هي مجموعه عوامل، إصابات مع تغيير طريقة لعب، مع رحيل بعض اللاعبين، مع عدم انسجام كمان مع بعض اللاعبين الجدد. حتى لما بنشوف صلاح مثلا ونونيز مؤخرا، لا لسه ما فيش ربط ما بينهم، لسه ما فيش انسجام ما بين الاثنين. تحس ان صلاح عليه لود كبير جدا جدا جدا، بناء هجمه مثلا، ان هو بيتحسب على الفاتوره بتاعه ليفربول بصراحه. ودي حقيقة. يعني صلاح هو اللي بيتحسب على الفاتوره كلها. على كل حال برضو من الحاجات الغريبه مع ليفربول فكره هنا المفاجاه في خروج برشلونه يعني ويوفنتوس. هو في ايه يعني برضو صح يعني يعني المفاجأة كانت الأكبر كمان الفريق الثالث كان أتلتيكو مدريد، وده اللي كان بسيناريو درامي غير طبيعي. يعني يوفي مش 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 في أحسن أحواله، ومش السيزون ده بس، من السيزون اللي فات الامور مع أليجري مش يعني مش مظبوطه. هو مش قادر يوازن الفريق، مش قادر طريقه لعبه مع اللاعبين يخرجوا احسن ما في الفريق. حتى على المستوى المحلي يوفنتوس بعيد تماما عن المنافسه، سواء على الصداره او مع يعني نابولي هو المتصدر وفرق كبير جدا. نابولي متصدر المجموعه الاولى يعني؟ لا، ومتصدر محليا قصدي كمان. متصدر محليا، هو متألق. نرجع نتكلم في النقطه دي برضه. اتفضل. فيوفنتوس بعيد خالص سواء عن المنافسه المحليه المنافسه الاوروبيه. المفاجاه كمان ان يوفي كمان ممكن ما يقدرش ان هو يحسم التاهل للدوري الاوروبي، لان هو عنده 3 نقط، مكابي حيفا عنده 3 نقط، يوفي هيلاعب باريس سان جيرمان، ومكابي حيفا هيلاعب بنفيكا. فلسه فيوفي لازم يكسب باريس. البطولات الكبيره كده عماله تفقد
جزء كبير من متعتها وسحرها نتيجه عدم مشاركه الاسماء المعتاد مشاركتها. صحيح. يعني ما ده برضو بيضيف يعني او بيطفي منافسه يا كريم. بالظبط كده. وبعدين هنبص على الدوري الاوروبي بقى، هنلاقي فرق الدوري الاوروبي اللي هتنافس في الدوري الاوروبي فرق كبيره جدا. مانشستر يونايتد، يوفنتوس لو راح، اتلتيكو مدريد، يعني طبعا. في منافسه هناك هتبقى شرسه جدا جدا مع اشبيليه طبعا، مع برشلونه. وتألق أرسنال برضو، يعني بتشوفيه ازاي فوز امبارح اللي حصل؟ أرسنال على المستوى المحلي أرتيتا من بداية الموسم محدش كان متوقع ان هو هيحافظ على النسق بتاع الفريق او النسق بتاع الفوز. كل الناس بتبقى منتظرة ان المباراة الجاية لأرسنال، لأرسنال هيقع، لا هيخسر، هيتعادل، هيبقى فيه سكور. ده ما بيحصلش. صحيح. بالعكس، كل مباراة فوز بيجيب فوز، دايما محافظ على الصدارة. هو تعثر مؤخرا وتعادل مش في الجولة دي، الجولة اللي قبلها، لكن هو لسه محافظ على صدارة الدوري الإنجليزي. بالظبط. طب انت في النسخة الحالية من دوري الأبطال، ايه أكبر المفاجآت من وجهة نظرك اللي حصلت؟ كانت أتلتيكو بصراحة، خروج أتلتيكو بالسيناريو الدرامي في الجولة اللي فاتت دي 2-2، وبعدين ضربة جزاء، وضربة الجزاء تضيع، وبعدين تترد في العارضة. يعني عارف لما تقول اليوم ده مش يومي. أو بالظبط كده. فده كان بالنسبة له يعني خروج مؤثر جدا جدا. يعني برضو يوفنتوس، ولو ان يوفنتوس ممكن نقول ايه كان متوقع، يعني حتى لو عدى المجموعات في 16 غالبا كان هيغادر يعني. فممكن يبقى في عنده فرصه في الدوري الاوروبي. بالنسبه لبرشلونه يعني ممكن نقول برضو كان متوقع ومش متوقع. يعني 50-50 برضو، لان هو ماتشات بيلعبوا حلو قوي وماتشات تانية وحش جدا. لسه ما فيش الاستقرار او النسق بتاع المباريات. لسه كنا حتى بنتكلم عليه في ارسنال، زي ما نهاوند قالت كده، مباراة يكون كويس ومتفوق ومتألق، ومباراة أخرى تلاقيه يقع ومش متوقع أن هو يقع فيها. تشافي كان ليه تصريح، كان شايف أن هو كان مهم جدا، ويمكن هو فهم الموضوع. يعني هو شايف أن منافسة برشلونة لسه في أوروبا، لا لسه بدري عليه شويه. هو طبعا زي ما احنا عارفين هو بيبني فريق، يعتبر بيبني فريق جديد، خطه جديده، هو كمدرب مدرب جديد، اداره نفسها اداره تعتبر جديده. فكل العوامل دي برده لسه مش مخليه الاستقرار في الفريق، مش مخليه في استقرار داخل الفريق. بالتالي مفيش استقرار، بالتالي هيبقى في تذبذب في النتائج بقى، في الـ سواء في غرفه الملابس، في كل الامور دي. فده اللي بيخلي برضو في عدم استقرار. يجوز او يمكن يبقى في فرصه لبرشلونه في الدوري الاوروبي، واتمنى انه ما يتكررش. رجع علينا اليوم اللي بنقول على برشلونه في وارد، ربما يبقى لي فرصه. ده بيحصل عادي يا كريم مع الفرق الكبيره، خصوصا لما يبقى في النجوم بتوع الفريق خلاص بيمشوا او بيعتزلوا، وببدا ابني فريق جديد. بس ده بيحصل كل كام سنة، وبيحصل مع فرق برضو مش كتير. يعني حتى لو هتكلم عن تاريخ الأندية الكبيرة أو الفرق الكبيرة، مش بتبقى بالشكل ده. أنا أشعر أن برشلونة لا، الدروب بتاعه كان تقيل شوية. يعني الدروب ممكن يحصل بس ما يبقاش بالشكل ده. حتى لو قلنا مع مانشستر يونايتد، لا بس برشلونه راح خالص، يعني مشاكل ماديه اغرقته تماما. فمش بس هي قصة دي كانت مشكله، والامور الماديه، والقانون الليجا الجديد كمان بتاع الرواتب، ولازم تخفيض سقف الرواتب مع ازمه كورونا، مع رحيل ميسي. القانون ده هو اللي مشى ميسي تحديدا، يعني من اكتر الحاجات اللي حسمت رحيله. بالظبط. مع اعتزال كمان لعيبه كتير بقى في الفريق، سواء اعتزلت او نجوم رحلوا، فكل ده عمل دروب كبير جدا في الفريق، فهياخد وقت. طب احنا هنروح لميلان وهنتكلم شويه عن ميلان، واحنا اعتقد دلوقتي ميلان يكفي ان هو يتعادل. بالظبط. فخلينا، طيب انت توقعاتك ايه برضو؟ ازاي بتقيمي الميلان سو فار؟ الميلان من السيزون اللي فات والامور بتاعته الى حد ما، بالظبط، الى حد ما كويسه، او الى حد ما منضبطه. هو حتى كمان في على المستوى المحلي او في الدوري الايطالي، يعني هو في المركز الثالث. فرق ما بينه وما بين اتلانتا تقريبا نقطه او اتنين، مش فرق كبير. يعني ميلان عنده 7 نقط في مجموعات دوري الابطال، المفروض ان هو هيلعب مع ريد بول سالزبورج.
ريد بول سالزبورج وعنده 6 نقط. المباراة متكافئة، ميلان يكفي التعادل، لكن المباراة ما بين الاثنين في مباراة الذهاب كانت خلصت 1-1، فده ما يديش الامان يعني. ميلان ما ينفعش يدخل المباراه العب على التعادل او العب ان انا اخد نقطه، لان وارد جدا ان انا ممكن اخسر المباراه. فهي هو عنده فرصتين طبعا، الفوز اكيد وفرصه التعادل يعني. ريد بول طبعا ما قدموش فرصه تانية غير ان هو لازم يكسب المباراه، يبقى 9 نقط يتاهل تاني مع تشيلسي. طيب تعالي بقى نروح لكريستيانو رونالدو، وهو برضو من اصحاب المشاكل المتعدده في الفتره الاخيره، وكان اخرها طبعا اللغط الكبير اللي كان داير عن توتر العلاقة والحساسية المفرطة اللي أصبحت ما بينه وما بين المدرب تين هاج. وأنت شخصيا شايفة إلى أي درجة ممكن يكون في فرصة استمرار لكريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد من عدمه؟ وفي حال عدمه، فكرك مين الفريق الأقرب لضمه في الفترة اللي جاية؟ يعني هاخد الجزء الاخير اللي ابدا بيه، الفريق الاقرب لضمه، هي دي مشكله كريستيانو رونالدو الاساسيه، وهي دي اللي من الصيف هو كان بيبحث عن فريق علشان ينتقل لي، وفريق يكون بيلعب في دوري ابطال اوروبا، لانه ما كانش عايز يلعب في الدوري الاوروبي. فهي دي كانت المعضله لكريستيانو ووكيله، ان هم عايزين بيدوروا على فريق ينتقل لي رونالدو في الصيف اللي فات او الميركاتو الصيفي اللي فات. طول عمر رونالدو الفرق هي اللي بتدور عليه مش العكس، يعني عجيب. ده برضو من ضمن الحاجات العجيبه اللي حصلت في توهج رونالدو يا كريم، وبريقه استيل زي ما هو، ما نقدرش نتكلم عليه صراحه. لكن في حسابات تانية بقى، في السن 37 سنة، في الراتب. الراتب مش أي نادي هيقدر يتحمل راتب كريستيانو رونالدو. يعني حتى مؤخرا كان مدرب سبورتنج لشبونة طبعا اللي كان بادئ فيه رونالدو في بداياته الكروية، يعني كان اتسأل في إحدى المؤتمرات الصحفية عن احتمالية أن رونالدو يرجع تاني للشبونة، فهو حتى قال التصريح وهو بيضحك، قال احنا ما نقدرش نتحمل الراتب بتاعه. طب هل من المفترض ان الراتب بتاع اللاعب لما بيزيد سنه عن سن معين مثلا ان هو يبقى فيه شويه انخفاض في الراتب، ولا ده بيعتبر اهانه للاعب مش هيقبل بيه؟ يعني خليه. وفي نفس الوقت عايز اسالك عن القصه المماثله لابراهيموفيتش، يعني دلوقتي ابراهيموفيتش تقريبا 41 سنه ومكمل، وكان متالق بالمناسبه جدا. فيعني هل كان حاصل صفقه؟ هو طبعا راتبه اقل بكتير من كريستيانو وانا عارفه، بس هل حصل انخفاض في راتب برضه ابراهيموفيتش ولا لا؟ انخفاض راتب ابراهيموفيتش ده اكيد 100%. كمان ابراهيموفيتش السيزون اللي فات هو كان رايح اصلا ميلان فري، صفقه انتقال حر يعني، وبعدين قعد فتره طويله كمان في السيزون ما يلعبش عشان هو كان عنده اصابه، وبعدين تحامل على نفسه، وكان لعب، كان هو عنده اصلا مشكله في الركبه اليسرى، ولعب لما كان ووفى بوعده مع الجماهير لما قال لهم ان هو لما هيرجع هيجيب الدوري يعني، ووفى بوعده فعلا. وهو حاليا لحد دلوقتي هو لسه ما لعبش مع ميلان عشان هو لسه بيتعالج من الاصابه بتاعته. هرجع لسؤالك عن كريستيانو رونالدو، حتى لو حصل خفض للراتب، خفض قد ايه؟ ما دي حاجه بترجع بقى يعني بيبقى في اتفاقيه ما بين اللاعب والنادي مثلا. ما هو انا رونالدو برضو اجيب داخله فيها حته ان هو اللي هيشعر بالاهانه او ان ما ينفعش. ما انا ده اللي بقوله يعني، انا رونالدو فيعني مش هينفع، حتى لو حصل خفض في الراتب مش هينفع ابقى متساوي مع لاعب تاني، مش هينفع يبقى في لعيبه تانيه مثلا في الفريق بتاخد راتب اعلى مني. بالمناسبه بقى، ولما نيجي نتكلم عن لعيبه استثنائيين، يعني لعيبه اساطير كل واحد فيهم حقق نجاحات مدوية مع فريقه الأول، في حال انتقال الأسطورة ده من فريقه اللي هو صنع أسطورته فيه إلى أي فريق تاني، هنا بتبرز وجهتي نظر مختلفتين تماما. واحدة منهم بتقولك ما معناه أن من خرج من داره اتقل مقداره، وممكن يبقى للوجهة النظر دي انعكاسات شايفينها مع ناس كتير زي كريستيانو رونالدو، زي ميسي، زي غيرهم. وجهة نظر تانية بتقولك لا، اللاعب الأسطورة بيحقق أسطورة في أي مكان هو موجود فيه. انت شايفة أنهي من الاثنين اللي حاصل اصلا؟ بس دي فعلا وجهه نظر مختلفه بيني انا وكريم. هو بيتبنى وجهه النظر ان لا، النادي من اللاعب خرج من داره. انا شايفه ان الموضوع احترافي بحت يعني. وحديت امثله على ده، على هالاند، هو كان في بروسيا دورتموند، بعد كده تالق في المان سيتي اكتر بكتير، حتى محمد صلاح مؤخرا في ليفربول برضه صنع امجاد اكتر بكتير. كريستيانو رونالدو لما تنقل ما بين الانديه برضه كان موفق جدا، يمكن نهايته واختياره مانشستر يونايتد مره ثانيه هي اللي ما كانتش موفقه. يعني يمكن ميسي ينطبق عليه شويه اللي كريم قاله، لان هو ده مثال يعني. ميسي من بدايته لغايه هي حسب يعني. انت رايك ايه؟ لا انا اتفق مع وجهه النظر الثانيه، انه الأسطورة هيبقى أسطورة في أي مكان هيروح فيه. هل ده حصل في حالة كريستيانو رونالدو؟ لا ما حصلش في حالة كريستيانو، بس هقول لك يعني
في البدايه، ما هو رونالدو في البدايه كان بدايه تالقه او بدايه توهجه كانت مع مين؟ كانت مع مانشستر يونايتد. حصلت مع ميسي واخد دوري، واخد معاهم دوري ابطال، دوري ابطال اوروبا، وتالق وتوهج بشكل كبير جدا. بعدين راح ريال مدريد، تالق اكتر مع ريال مدريد واخد معاهم دوري ابطال اوروبا. يعني طب في حاله ميسي كلاعب اسطوره تاني، ميسي حالته مختلفة شوية عن رونالدو، لأن ميسي حياته الكروية كلها كانت في برشلونة. حياته كلها من وهو صغير، من 2005 من أول مباراة ليه لعبها مع برشلونة وهو هناك. فقعدنا بنتكلم من 2005 لحد 2021 تقريبا، بنتكلم في كام ده عمر. ما هي كده، فهو عمره كله كان هناك. اول سيزون لميسي مع باريس اللي هو السيزون اللي فات ما كانش موفق تماما، ووصلنا انه بنسمع صفارات استهجان من جماهير باريس على ميسي. فده كان، ده كان يوم غريب جدا طبعا. لكن السيزون ده الى حد كبير لا، ميسي بقى هو ميسي الى حد كبير. صحيح، افضل من السيزون اللي فات، بس طبعا مش ميسي طبعا. برشلونه طبعا. مش ميسي نسخه برشلونه، ولكن السيزون ده هو وهو مع باريس افضل كتير من السيزون اللي فات. تحية. طيب خليني اروح معاكي برضو لفكره، هنا رح نتكلم تحديدا عن المديرين الفنيين. هل انت من وجهه نظرك، وانا ما بتكلمش عن النادي هنا بذاته او مدير فني بذاته، بس انا عايز افهم في المجمل، المديرين الفنيين هل هم بيبقوا سبب رئيسي في نجاح الفرقه؟ يعني مثلا لو انا هقول يورجن كلوب لو انتقل مثلا من نادي معين راح نادي ثاني، هل هياثر بشكل كبير؟ مثلا تان هيج لو انتقل من نادي نادي، هل القصه او قصه نجاح الفريق بتعتمد نسبه كبيره على المدير الفني، ولا القضيه مش كده ابدا؟ المدير الفني عليه عامل كبير جدا 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 طبعا، نسبته تصل مثلا 70%. 70 المدير الفني لو ما عندوش شخصيه ما يقدرش يسيطر على غرفه الملابس، خلاص الفريق. زي ما حصل كان في البدايه مع باريس سان جيرمان مثلا مع بوكيتينيو، فخلاص الفريق انهار، الفريق ضاع. لو المدرب مش قادر يسيطر على اللعيبه جوه، وخصوصا لو في لعيبه نجوم نجوم كبيره زي طبعا. رونالدو زي ميسي زي نيمار زي مبابي، زي مثلا لو هناخد باريس كمثال يعني. لو انا مدير فني ما عنديش شخصيه قويه اقدر اسيطر على كم النجوم ده، او اقدر اتحكم فيهم، او اقدر انه ابقى عامل رولز جوه ان الكل بيمشي عليها سواء كبير سواء صغير، انا مش هقدر انجح. ادي لك مثلا يا نهاوند على تن هاج، القرار اللي اخده بخصوص رونالدو لما رونالدو ساب الملعب، لما ساب الملعب في مباراه مانشستر يونايتد وتوتنهام وما كملش المباراه. كان فاضل دقيقه او دقيقتين بس، انت سبت الملعب ومشيت بدون اذن المدير الفني، وده تصرف غير لائق. تعالي نشيل اسم رونالدو خالص من الموضوع، هنقول لاعب سين يبقى ساعتها هنقول يستاهل، بس هنقول يستاهل. قرار رونالدو يعني وقرار المدير الفني قرار صحيح جدا علشان طبعا. يقدر يتحكم في اللعيبه، او لما انا الاقي القدوه، يعني رونالدو قدوه، رونالدو قائد في مانشستر يونايتد، انا لما الاقي القائد بيعمل كده اجي لاعب صغير في السن، لما الاقي رونالدو عمل كده طب انا ممكن هعمل زيه في يوم من الايام، امتى هسيطر بقى؟ ليه اللعيبه القدوه بتوع زمان ما كانوش بيعملوا اللي احنا بنشوفه دلوقتي؟ يعني مارادونا شخصيا مثلا، في ليه يعني في اسماء كتير قوي عمرنا ما كنا سمعنا عن ان هم طرف في مشكله ما نتيجه ان هم حاسين بذاتهم وبيمارسوا سلطتهم كقاده من وجهه نظرهم. بص يا كريم هقول لك على حاجه برضو، الموضوع مش سهل على رونالدو، يعني برضو مش سهل. انا 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 لاعب، يعني انا تاريخ وقاعد احتياطي للعيبه اخرى، يعني مش بقلل من اللعيبه الثانيه، بس انا بتكلم من وجهه نظره هو. انا مثلا شايف الفريق مثلا خسران او الفريق متعادل، ما انا لو موجود في الملعب ما انا اقدر ان انا اسجل هدف. طب ليه كان تن هيج فعلا ما بينزلوش اساسي من الاول؟ هل هو شايف ان هو ما عندوش المقدره يكمل مثلا 90 دقيقه فكان بيضطر ان هو يقعده او ينزله اخر ولا ده جزء من الترويض؟ وجهه نظر فنيه غريبه شويه، خصوصا ان تن هاج دايما لما بيتسال على رونالدو دايما يعني اجابته انه احنا محتاجين ان هو يبقى موجود معانا. طب انت محتاج ان هو يبقى موجود معاك في الفريق، بس انت مش بتدفع بيه بالظبط كده، انت مش بتدفع بيه في طب هل في حاجه بيرسونال شخصيه؟ يعني انا بحاول افهم انا وكريم، يعني هل في كواليس كتبت حاجه؟ كان في مقالات اتكتبت اي حاجه؟ مفيش اي حاجه. طبعا تلاقي الايجو بتاع اللعيبه يا نهاوند، يعني الواحد من دول برضه خلي بالك، هو برضه المفروض يكسب اللاعب، هو كمدير فني لازم هو يحتوي اللعيبه، انا ده بشوفه. يعني في حاله باريس سان جيرمان مهمه المدير الفني صعبه جدا في التفصيله دي، بس سيبك بقى
من الفنيات، بس فكره انه يسيطر على بالزبط. اسماء كل اسم منهم اتقل من الثاني، وطبيعي ان يحصل يعني اختلافات في وجهات النظر، حساسيات بالزبط. غيره، كل ده وارد جدا. هو ده اصلا موجود طبعا، ده حاصل بشكل كبير عن بابي ونيمار كمان، ونيمار بالظبط. فده اوريدي موجود، على الرغم انه كان غريب جدا انه بوكيتينيو ما قدرش ان هو يسيطر على ده في غرفه الملابس، الا ان الامور الى حد ما مداريه يعني، ومتسيطر عليها من جوتييه. بس لا موجود طبعا. طيب بصي، هو الوقت للاسف بيجري يعني بس لو حابه نقول توقعات في اخر دقيقه فاضله معانا، تحبي تتوقعي ايه بالظبط؟ يعني ايه المتاهلين مثلا؟ المتاهلين طبعا، المجموعات المتاهله. طيب احنا عندنا اصلا المجموعات، طيب خلينا نقول احنا عندنا اوائل المجموعات مثلا، وهنتكلم عنهم في كل بدايه من نابولي مثلا، المجموعه الاولى. ما هي نابولي وليفربول وتشيلسي خلاص وبايرن متاهلين. نابولي وليفربول خلاص دول حسموا التاهل، دول حسموها بالظبط. اياكس ورينجرز الاثنين عندهم فرصه لسه في الدوري الاوروبي. المجموعه الثانيه طبعا كلوب روج وبورتو خلاص تاهلوا، او برضو لسه اتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن كل واحد فيهم عنده فرصه لسه للدوري الاوروبي. المجموعه الثالثه طبعا دي اتحسمت تماما، بايرن وانتر في دور ال 16، برشلونه في الدوري الاوروبي. المجموعه الرابعه طبعا توتنهام احنا اتكلمنا عليها، طبعا دي لسه ما حدش فيها حسم اي تاهل، كل الفرق الاربعه عندهم فرصه. مجموعه تشيلسي اللي هي المجموعه الخامسه، تشيلسي بس هو اللي تاهل، ميلان طبعا ميلان وريد بول سالزبورغ بالظبط لسه عندهم فرصه. المجموعه السادسه ريال ولايبزيج خلاص، ريال بس اللي حسم لسه طبعا برضو لايبزيج، مع ان كان لايبزيج قريب قوي يعني، كان عنده هو برضو هو قريب يعني، هو 9 نقط وشختار 6 نقط بالظبط، فرق حاجه بسيطه قوي. بس برضو شختار عنده فرصه، والمباراه دي هتبقى يعني برشح الناس ان تتفرج عليها، لايبزيج وشختار دي، وانا اتوقع ان شختار اصلا اللي ايه ده بجد هيبقوا مستقتلين الاثنين شختار طبعا. اتوقع أكيد. شختار يعني. المجموعه السابعه سيتي ودورتموند طبعا خلاص دي اتحسمت، دور ال 16 واشبيليه في الدوري الاوروبي. واخر مجموعه باريس وبنفيكا تاهلوا، طبعا يوفي ومكابي حيفا لسه عندهم فرصه للدوري الاوروبي. واليوفي يمكن اكتر ولا لا؟ الاثنين متساويين، ده 3 وده 3. انت بتتوقعي ايه مثلا؟ ما انا عارفه، عشان كده سألني بقى اسئلتي ليها سبب، ما عارفه خلاص مش فارقه. هنيوبي احنا طبعا نتمنى انك نورتينا يا منى النهارده كالعاده، بنسعد دايما بوجودك معانا وبنطل من خلالك على كل الدوريات الاوروبيه المختلفه، بنشكرك على وجودك جزيل الشكر. نورتينا بجد يا منى، ونشوفك ان شاء الله مره ثانيه باذن الله. هنروح فاصل وهنرجع، هيبقى دكتور علاء مع كريم في فقره طبعا طبيه، وبتحمل ملف اكيد برده مهم. اشوف حضراتكم انا بقى بالنسبه لي بكره وحلقه جديده.